الحمد لله رب العالمين، وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجهك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، نحن كنا قبل رمضان نتحدث بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر رمضان تحدثنا عن غزوة بدر، واليوم ها نحن انتهينا من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول، وأن يجعلنا من المقبولين الذين قبل صيامهم وقيامهم وغفر ذنوبهم وأعتق من النار رقابهم. أيها الأحباب الكرام، كنا تحدثنا قبل رمضان عن الحصار الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع بني المطلب وبني هاشم، وثلاث سنوات من الحصار في الشعب، في شعب أبي طالب. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى هيأ من ينقض هذه الصحيفة الجائرة، وأن سبب هذا الحصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقريش جاءت مرة إلى أبي طالب وطالبته بأن ينقف ابن أخيه، فقال مقالته الشهيرة صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا أولا. ثم بعد فترة جاءوا إلى أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد. وعمارة بن الوليد يا سيد نور كان أنهد فتى في قريش. شو معنى أنهد فتى؟ أنهد فتى يعني أقوى فتى له، يعني مثل اليوم اللي الناس اللي بيلعبوا رياضة وأثقال، فلهم صدر بارز وعضلات ناتئة من هنا ومن هنا. نعم، والعمارة بن الوليد كان كذلك. فقالوا: يا أبا طالب، لقد جئناك بأمر ما نظن أنك ستخرج دون الموافقة. قال: وما هو؟ قالوا: هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش، نعطيك إياه، خذوا إليك، ولك عقله ولك ديته، إيه؟ وتعطينا بدلا منه محمد فنقتله فيكون رجل برجل. فالتفت إليهم وهو يتعجب وقال لهم: سبحان الله، تعطوني ولدكم أغذوه لكم بربي وطعميه، وأعطيكم ولدي تقتلونه؟ والله ليس هذا بالنصف، هذا الإنصاف؟ أنا أعطيكم ولدي تقتلوه وأنتم تأخذوا تعطوني ولدكم ربي لكم إياه؟ والله هذا ليس بالنصف. فقال بعضهم: بل هو يعني إنصاف كذا. فحين ذلك خرجوا من عند أبي طالب وهم يقولون إنه يعني عن أبي طالب لن يرضى بحل من هذه الحلول. فحين ذلك اجتمعوا وقرروا المقاطعة، هذا ما تعاهدت عليه قريش، بأنهم يقاطعون بني هاشم وبني المطلب، فلا يبيعونهم ولا يبتعون منهم
ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يعاملونهم بأي معاملة تجارية أبدا. فلما رأى أبو طالب ذلك انحاز بابن أخيه إلى واد أو شعب بين جبلين يسمى شعب أبي طالب. فحين ذلك كل بني عبد المطلب وكل بني هاشم دخلوا. وين دخلوا؟ شعب أبي طالب. مالك معنا، خليك معنا في الإطلاقات. نعم، دخلوا في شعب أبي طالب. ورغم أنهم دخلوا بشعب أبي طالب إلا أنهم يعني فوجئوا بأن هذا الحصار يعني شديدا جدا، ويحرسون يعني قريش تحرس هذا الحصار حتى ما أحد يعني يخرق هذا الحصار. كان هنالك حكيم ابن حزام يعني بين الفينة والفينة يأتي بجمل محمل بالأرزاق ويضربه فيدخل في الشعب، فيفرغون ما عليه من طعام ثم يرسلون الجمل خارج الشعب. وأيضا كانت يعني كان هنالك رجل آخر هو هشام بن عمرو، فكذلك كان يأتي بشيء من الطعام. والرجل الثالث هو المطعم ابن عدي. فهؤلاء كانوا يخترقون الشعب ويأتون بالطعام، ولكن كان الحصار شديدا جدا. يصفه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيقول خرجت، هو من داخل الحصار، قال خرجت ليلة لقضاء حاجتي فسمعت تحت بولي صوت قعقعة. صوت قعقعة، شو القعقعة؟ مثل الماء إذا إجى على قطعة كرتون ناشفين شلون بيعطي صوت. وكذلك فقال فتلمست في ظلام الليل، شو هذا الشيء؟ وإذا بقطعة جلد بعير، جلد بعير يابس، فلما إجى على الماء صار هذا الصوت. قال فأخذته وغسلته سبع من البول، ثم وضعته بين حجرين وصرت أدقه حتى تفتت، ثم وضعته في إناء ونقعته بالماء أياما حتى صار طريا، ثم أكلته اقتدت به أيام. يعني بقيت أربع خمس أيام آكل منه من شان إيش؟ من شان سد جوع ومن شدة الجوع. نعم. وكان يعني أحد الصحابة وصف قال أكلنا أوراق الشجر حتى تشققت أشداقنا، فمنا تشقق من شدة النشفات. وكان أحدنا إذا خرج إلى قضاء الحاجة فإنما يخرج منه مثل البعر. كنت ما نشفت أمعاءهم يعني الله يكرمكم الخارج مثل البعر ناشف. هذا هو الحصار، استمر ثلاث سنوات. بعد ثلاث سنوات يعني هيأ الله سبحانه وتعالى أن يزول هذا الحصار. فجاء رجل اسمه هشام بن عمرو من بني عامر، جاء إلى زهير بن أبي أمية. احفظوه، هذول خمس أسماء. الأولاني شو اسمه؟ هشام بن عمرو من بني عامر، جاء إلى زهير بن أبي أمية المخزومي. قال يا زهير أنت هنا في الظل وفي الماء وبين زوجاتك وأولاد عمومتنا يموتون من الجوع، هل ترضى ذلك؟ قال والله ما رضيت ولا كان إلي رأي، ولكن ماذا أصنع إذا قريش أجمعت؟ أنا شو بصنع رجل واحد؟ قال قم ويعني اطلب نقد هذه الصحيفة. قال من معي؟ قال أنا. قال أنا وياك رجلين لا يكفي، انظر لنا ثالثا. فذهب هشام ابن عمرو إلى المطعم ابن عدي وقال له نفس الكلام،
انه انت جالسون في الماء والظل وعند زوجاتك وابناء عمومتنا يموتون من الجوع؟ قال يا هشام: وما اصنع انا؟ انما انا رجل واحد لا استطيع ان اصنع شيئا. فقال له يعني هشام: هنالك رجل معنا. مين؟ قال: زهير، زهير ابن ابي اميه المخزومي. قال: لا يكفي، نحن ثلاثه، هشام وزهير وابي البختوري المطعم ابن عدي. قال: انظر لنا رابع حتى تكون مساله اقوى او اقوى. فذهب الى ابي البختوري بن هشام وكلمه نفس الموضوع. قال: مين معنا؟ قال: معك فلان 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 وانا. قال: انظر لنا رجلا خامسا من شان كما نكون قوي في الكلام. فذهب الى زمع بن الاسود ابن المطلب فكلمه نفس الكلام فوافق. فاجتمعوا بعيدا عن مكة واتفقوا أن في اليوم الثاني غدا صباحا يأتي زهير بن أبي أمية وهو من رجالات قريش المعدودين ويبتدئ الحديث. طبعا إذا ابتدأ الحديث سيكون هنالك مين يعترض؟ يعترض. فجاء اجتمع الناس صباحا والناس ما مدريانين شو صاير بالدنيا. فجاء هؤلاء الأربعة وكل واحد جلس في زاوية من المسجد. من هنا جلس زمعة، هون جلس أبو البختوري بن هشام، وهون جلس هشام ابن عمر، وهون جلس يعني المطعم ابن عدي. وإذا بزهير ابن أبي أمية جاي ويلبس يعني جبة حبرة جديدة وقد يعني اغتسل تطيب تكحل مثل اللي جاي على العيد، تعرفوا اللي جاي على الاجتماعات الرسمية. فطاف بالبيت سبع أشواط ثم وقف عند باب الكعبة. أما لفت نظر الناس قال: معشر قريش، معشر قريش، إلي أربوا عندي مشان تسمعوني. ماذا؟ قال: نحن بالظل والماء وكل واحد بين يعني زوجاته وعند أولاده وإخواننا من أولاد عمومتنا يعيشون في الشعب يموتون من الجوع، والله لا نرضى بهذه الصحيفة، والله ما رضيت بها ولا رضيت بكتابتها، وأنا أطالب بأن تزول هذه الصحيفة الغاشمة الظالمة. فوقف أبو جهل وقال: بل كذبت، لا نزيلها. فقام من الجهة الأخرى زمع بن الأسود وقال: والله أنت الكاذب يا أبا، كان يقول له أبو الحكم وأبو جهل، والله أنت الكاذب، ما رضينا بها ولا يعني أخذ رأينا في هذا الموضوع. فالتفت بده يجاوب لزمع بن الأسود وإذا بأبي البختوري بن هشام يقف من هنا ويقول: صدق وكذبت أنت يا أبا الحكم. فلما التفت إلى الثالث يريد، فقام الرابع وهو المطعم بن عدي فقال: لقد صدقوا وكذبت أنت يا أبا الحكم. وإذا ببعض الناس من قريش ممن لا يدري يعني أنه هذا في اتفاق بيناتهم قام يعني وصار يقول: ما رضينا بهذه الصحيفة، واحد منهم: ما رضينا بهذه الصحيفة، انقضوا هذه الصحيفة. فلم يستطع أبو جهل أن يقول شيئا، وإنما قال مقالته الشهيرة: هذا أمر دبر بليل. يعني هاي ما هو المسألة هلا متآمرين عليه من قبل، هذا أمر دبر بليل وتشور به في غير هذا المكان، في مشاورات غير هذا المكان. فهنا جاء أبو طالب، كان أبو طالب حاضر، وهذا الوقت كان بداية المحرم من السنة العاشرة، يعني هذا الحصار دام السنة السابعة كلها والثامنة كلها والتاسعة كلها، ثلاث سنوات. في بداية العام العاشر صارت هذه المسألة. فقام أبو طالب
وقال يا قوم إن ابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني بأن صحيفتكم قد أكلتها الآرضة. شو الآرضة؟ نوع من الدود تأكل الأوراق وتأكل الجلد، ولم يبق منها إلا كلمة واحدة: باسمك اللهم، فانظروا إليها وإن وجدتم غير ذلك. هذه الكلام أخبرني فيه ابن أخي محمد، وإذا وجدتم غير ذلك فدعوا الحصار. فقاموا لينظروا إلى الصحيفة، فتحوا باب الكعبة ولم يجدوا إلا يعني قطعة جلد بسيطة اللي هي رأس الصحيفة: باسمك اللهم، والبقية كله قد أكلتها الأرض، لم يبقى منها شيء. وهكذا انتهت هذه الصحيفة. ولكن خلال هذه الثلاث أعوام أبو طالب يعني مرض، وسوء التغذية أثر به، فما مضى أشهر حتى توفي أبو طالب في شعبان. هذه الصحيفة إمتى قضى؟ في محرم من السنة العاشرة للبعثة، وبعد أيام يعني 10 أو 20 يوم توفيت خديجة رضي الله عنها. أبو طالب توفي في شعبان، وخديجة توفيت في رمضان. طبعا رمضان ما فرض الصيام إلا بالمدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام بعام الحزن، لما فقد من اثنين كانا يحملان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب كان يدافع عنه أمام قريش، وخديجة رضي الله تعالى عنها كانت يعني تواسي النبي في بيتها، وكانت يعني تقف معه، وكانت تقول له يعني إن هكذا الأنبياء تحملوا وأنت تتحمل، فكانت وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنتم تعرفوا أنه يعني خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أديش؟ 40 سنة. أجاوب عنك أبو 4 شديدة أنتم 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة. فلذلك يعني كان هذا الفرق بين عمر النبي 25 وعمرها 40. اللهم صل على سيدنا محمد، ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم وهي عنده، وعاش معها 25 سنة. يعني إذا تزوج عمره 25 وعاش معها 25، فلما توفيت في العام العاشر كان عمره هو 50 وهي 65. ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن لما توفيت فكان أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة هي شو اسمها؟ اللهم صل على سيدنا محمد، شو اسمها؟ قولوا. سودة. نعم، سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة. فسودة رضي الله عنها هي كانت يعني كبيرة السن، وكانت سودة قد هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، ولما يعني سمعت وهي بالحبشة وصلهم خبر أن قريش قد أسلمت وأن الناس قد دخلوا في الإسلام، فرجعت هي وزوجها. وقيل أن زوجها توفي في الحبشة فرجعت وحدها، فكان من المناسب أنه هي مسلمة وأهل لا يزال كفار أن يضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فكانت هي إما يعني بسن النبي عمرها 50 سنة أو أكبر بقليل. فهذه أول زوجة، يعني انظروا أنا أقول السن حتى ما يقول يعني هذه الزيجات اللي حدثت بعد ذلك كلها، كان كل زيجة لها سبب، ما كان السبب لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الأبكار وأن يتزوج البنات الجميلات لكان، ولكنه صلى الله عليه وسلم تزوج بزوجات دفعه إلى ذلك
أن يحافظ على إيمانهن رضوان الله عليهن جميعا أمهات المؤمنين. إذن هذا يعني الذي حصل بعد الحصار. طبعا هنالك أشياء حدثت في هذا العام، وهذه الأشياء يعني كانت سببا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت قبل قليل أنه توفى أبو طالب للعام العاشر بشعبان، ولكن قبل وفاته بساعات حدثت حادثة مهمة جدا في السيرة. ما هي؟ أنهم قريش، زعماء قريش علموا أن أبا طالب يحتضر. شو يعني يحتضر؟ يعني على وشك الموت بالنزع. فجاء إليه أمية بن خلاف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو جهل، عبد الله بن أبي أمية، هذا عبد الله بن أبي أمية أخوه لزهير بن أبي أمية، وأمهما عاتكة رضي الله عنها. طيب، عاتكة بنت عبد المطلب طبعا. فجلسوا عنده وقالوا يا أبا طالب أنت ترى ما أنت به، فما رأيك لو دعوت لنا محمدا ابن أخوك محمد صلى الله عليه وسلم فتعطيه نعطيه ونأخذ منه، يعني نعطيه عهود ونأخذ منه عهود حتى لا نكون بعدك أعداء، يعني مجال إيش؟ الصلح، مجال الصلح، نعطيه ونأخذ منه. فقال أجل، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة، قال يا ابن أخي إن قومك جاءوا يعطونك ويأخذون منك حتى لا يكون بعد ذلك خلاف بينك وبينهم. كان أبو طالب يعني مضطجع على فراش، وجنب أبو طالب في مكان أقرب مكان للجلوس، فوثب أبو جهل وجلس جنب أبو طالب. ليه؟ قال مشان ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم جنب أبو طالب يعني ويؤثر عليه. فجلس صلى الله عليه وسلم عند الباب، هذا المحل اللي باقي، فجلس هناك. فخاطبه أبو طالب وقال له هذه المقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عم أنا لا أريد منهم، أنا ما أريد منهم كثيرا، أنا أريد منهم شيئا واحدا، كلمة واحدة يقولونها إذا قالوها ملك العرب، يصيروا ملوك على العرب، ودان أو دانت لهم العجم، يصيروا العجم تحت أمرتهم. فنظر بعضهم إلى بعض هؤلاء يعني الزعماء وقالوا كلمة واحدة، هذا الخلاف بيننا وبينك كلمة واحدة إذا فيها هذا الشيء العجيب يملكون العرب ويدين لهم العجب العجم، ما هي هذه الكلمة؟ وأبيك وعشر كلمات، إذا كان موضوع كلمة واحدة منقول عشر كلمات، شو هي الكلمة؟ قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما دونه، تتركوا عبادة الأصنام وتقولون لا إله إلا الله. فحين ذلك هؤلاء ضربوا يدا بيد، تقولون لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شغل عجيب جدا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. الملة الآخرة يعني النصارى، لكن النصارى عندهم ثلاث آلهة، أب وابن وروح القدس، أنت يعني شغل عجيب بدك تجعلهم إله واحد. وضربوا يدا بيد ثم قال بعضهم لبعض قوموا فإن هذا لا يريد أن يعني يأخذ منكم ولا أن يعطيكم. فقاموا عن بكرة أبيهم وخرجوا خارج الغرفة. فقام صلى الله عليه وسلم، وين كان قاعد؟ كان قاعد عند آخر المحل يعني عند الباب، وعمه بصدر الغرفة.
فقام لما قاموا كلهم قام وانتقل إلى جوار عمه، فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شطاقا، ما سألتهم شغل كبير، ليش ما وافقوا؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم يا عم قلها أنت، قل لا إله إلا الله مرة واحدة بأذني أحاجج لك بها عند ربي، بس مرة واحدة قل لا إله إلا الله حتى أحاجج، يعني يكون عندي حجي أقول إنه هذا عمي قال لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله. فوهو يقول ذلك فطن أبو جهل عليه لعنة الله وعبد الله ابن أبي أمية، هذا سؤلنا أمه عائكة يعني أبو طالب خاله، سبحان الله، عبد الله ابن أبي أمية أسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، ولكن أبو جهل مات على الكفر. أبو جهل مات على الكفر، بس اثنين اللي رجعوا أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، مات أبو جهل على الكفر وعبد الله ابن أبي أمية أسلم، فرجع أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فسمع أبو طالب يحاور النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان له: يا أبا طالب أتغير ملة عبد المطلب؟ بتموت على غير ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب تموت على غير؟ فما زالان يقولان له فما زالا يقولان له ذلك حتى قال شخان قال على ملة عبد المطلب ثم مات عليكم السلام. فالعباس من اللي رجعوا، العباس كان جالس فقال: يا ابن أخي، العباس يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمك حرك شفتيه، حرك شفتيه كأنه يقول له قال لا إله إلا الله حرك شفتيه، قال لم أسمع، لا شفت حرك شفتيه وما سمعت قال لا إله إلا الله. فمات عبد المطلب على هذه الحالة، وفرح أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فرحا أنه يعني وقفوا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يقول أبو طالب يعني ولو كلمة أنه أنا قلت هالكلمة من شانك، لا، حتى هالكلمة هاي ما قالها. ومات يعني أبو طالب على هذه الحالة. إذن صار عندنا في شعبان وفاة أبو طالب، في رمضان وفيت خديجة اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي شوال فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى الطائف لعل أهل ثقيف يستجيبون له. ولكن يعني قبل ما أتكلم عن رحلة الطائف لأنها تحتاج إلى وقت ورحلة يعني مؤلمة، أقول في هذا أقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تزوج قلنا بسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقي ما لقي من قومه حتى فكر بأن يخرج إلى الطائف، وأيضا يلقى من أهل الطائف إيذاء عجيبا. نقف هنا ونقول نتابع إن شاء الله. اللهم وفقنا لرضاك واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.